إذن مشاهدينا نتابع الآن لقطات مباشرة لمشاهد لأثار الضربات العسكرية على مدينة كييف. هذه الضربات الناتجة عن التدخل الذي قامت بها أو العملية العسكرية التي قامت بها روسيا على مدينة أو على دولة أوكرانيا منذ الساعات الأولى من فجر أمس. أيضا الرئيس الأوكراني في خبر عاجل الآن يقول أن روسيا ستضطر للحوار عاجلا أم آجلا. ووكالة الأخبار رويترز تقول أنباء عن سقوط ضحايا في قصف صاروخي على موقع حدودي أوكراني في منطقة زابورجا. وكالة الأنباء الأوكرانية: الجيش الأوكراني يستعيد السيطرة على مطار أنتونوف على بعد 10 كيلومتر من كييف. وكالة تاس الروسية تقول أن موسكو قد ترد على حظر تسيير رحلات شركة إيرفلوت إلى بريطانيا. الأوكراني: الضربات الروسية تستهدف كل من المواقع العسكرية والمدنية. وفي تصريحات عاجلة أيضا لنائب وزير الداخلية الأوكرانية يعلن استئناف الهجمات على كييف. وسائل إعلام: تحليق الطيران الحربي في أجواء العاصمة الأوكرانية. ومن الأخبار العاجلة التي وردت الآن: الرئيس الأوكراني يدعو الروس للتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا. وسائل إعلام: دوي انفجار ضخم في العاصمة الأوكرانية كييف. وسائل الإعلام أيضا تعلن عن سلسلة من الانفجارات الضخمة في العاصمة كييف العاصمة الأوكرانية. المصرف المركزي الأوكراني يحظر المدفوعات لروسيا وبيلاروسيا والتعامل بعملتيهما. وسائل إعلام أوكرانية: الطيران الروسي يقصف مدرج مطار كييف الدولي. وكما نتابع الآن مع حضراتكم هذه المشاهد المباشرة لعمليات ربما هي عمليات إجلاء للضحايا أو المصابين في الموقع الذي تعرض لقصف من الطيران الروسي في العاصمة كييف، ومشاهد أيضا لإلحاق الضرر ببعض البنايات المتواجدة في موقع الحدث. الرئيس الأوكراني يقول أن العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية. أوكرانيا تقول أن روسيا تستهدف كييف بالصواريخ بشكل مروع. الرئيس الأوكراني: العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد. رئيس أوكرانيا أيضا يقول عبر تصريحاته التي تخرج من آن لآخر في خضم هذه الأزمة والتدخل العسكري في العاصمة كييف أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات. الرئيس الأوكراني يقول أن جميع قواتهم العسكرية تقوم بواجبتها للدفاع عن بلادهم. نائب وزير الدفاع الأوكراني: الوحدات العسكرية ما زالت تدافع عن مواقعها رغم قلة عددها. وأيضا هناك تصريحات أخرى للجيش الأوكراني تقول أن هناك دبابات تقوم الآن بالدخول في عدد من المواقع المختلفة. ربما هناك حالة من تضارب التصريحات، لأن منذ قليل أيضا أعلن الرئيس الأوكراني بوقف التقدم في عدد من المدن الموجودة، فلا يعلم أحد حتى هذه اللحظة مدى صحة أي من هذه التصريحات. مستشار الحكومة الأوكرانية: اليوم سيكون أصعب يوم. نائب وزير الدفاع الأوكراني أيضا في تصريحات له: القوات الروسية قد تدخل مناطق خارج كييف اليوم. المحكمة الجنائية الدولية: يجوز التحقيق فأي جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب قد يتم ارتكابها في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يشيد ببطولة الأوكرانيين في وجه الهجوم الروسي. الرئيس الأوكراني: روسيا ستضطر للحوار عاجلا أم آجلا؟